لجنيف، اقفل على مليون جنيف، وتابع بحد السيف، تابع بحد السيف. الفرس المجوس القرامطة غزو تراب سوريا، غزو تراب سوريا، يا حاف على العرب يا حاف. رسالة جديدة أطلقتها حناجر السوريين في مظاهرات جابت عديد المدن السورية ضمن جموعة أطلق عليها ناشطون مسمى لا للاحتلال الإيراني لسوريا، رافضين بشكل قاطع التواجد الإيراني على أرض الوطن باعتباره شريكا فعليا إلى جانب النظام في سفك دم الآلاف من المدنيين منذ بدء ثورة الحرية والكرامة. أهالي كفرنبل في إدلب جددوا العهد بالمضي في الثورة السورية حتى النصر، معيدين إلى الأذهان هتافات البداية للتأكيد على الأهداف الأساسية في الثورة السورية. كما انتقد أحرار مرعيان بشدة تقاعص بعض ألوية الجيش الحر في القتال على بعض الجبهات، معتبرين أن الألوية والأبطال في الجبهات وليس في الفنادق والمخيمات. أما في مدينة حلب فخرج أحرار بستان القصر في مظاهرة جابت شوارع الحي متهمين إيران بسفك الدماء السورية وواصفين إياها بالمحتل المناطق السورية إلى جانب ميليشيات حزب الله وأبو الفضل العباس الشيعية. أحرار لطامنا في ريف حمان انتقدوا بشدة تواطؤ المجتمع الدولي ضد الشعب السوري وساخرين عبر لافتاتهم من مسرحية المجتمع الدولي المتمثلة بوضع شخصيات متواطئة مع النظام في خانة المعارضة كقدر جميل ورفعة الأسد، مؤكدين على أنهم شخصيات تمثل بشار الأسد وتحمل مسؤوليات ما سقط من دماء على الأرض السورية. بالانتقال لريف العاصمة حيث انتقد المتظاهرون في دوما الصمت الدولي على سياسة التجويع المتبعة من قبل قوات النظام في معظم المناطق السورية، معتبرين أن دول العالم أجمع شركة للأسد في مجازره ضد المواطنين. وفي سقبة تظاهر العشرات وأحد اللافتات تؤكد أن التجويع خيار خاطئ، فالسوري يجوع ويمرض ويموت لكنه لا يركع. وفي عربين تمنيات من صغار المدينة وكبارها بنصر قريب عبر سواعد الجيش الحر. ماه ليش الدامع يما لا تلوميني يما حب الوطن يجري شراييني. أهزيج أحرار حوران زينت ساحة داعل المحررة في درعا وسط سخط شديد على معارضة الخارج المتمترسة في الفنادق والبعيدة عن متطلبات الشعب القابع تحت آلة القمع العسكرية للنظام، ومهللين بإنجاز الثوار في بلدة مهين بريف حمص بعد سيطرتهم على ثاني أكبر مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للنظام، أمر أكد عليه أحرار معربة في مظاهرة أخرى جابت شوارع البلدة.